يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا الملا يا هلا الملا صلوا عليه يا لا لا 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 يا محمد يا شفيع المسلمين يا لا لا يا لا لا والنبي يا صلاتي عليه يا لا لا ارحبوا يا عرسار مرحبا هيل حنا صراحه كنا نبي نخلي الشاله 10 دقائق نشوف كيف نشاط العرسار جاهم بحما ولا باقي لا 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 الله يحييكم لا والله بحمنا العرسار سلام عليكم مرحبا انتحنا بالصير انتحنا بالصير الصير مرحبا يلا بارك الله يلا بارك الله لا 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 تعال ابو خالد خلي معك خلي معك ارحبوا ارحبوا والله يحييكم طول عمرك يا مرحبا العرسان كلكم تعالوا هنا العرسان هنا علينا غرما تعال هنا يلا تطول عمرك هنا من يا جوان تعال تعال لا 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 العروش يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الله يحييكم يا عرسان الغالي لا تنزلوا البشوت اليوم باقي بوله نلبسها الله يحييكم بارك فيك فعاليات باقيه انت ظني فحمانيه صح لا شو يا لا تقول فحمانيه لا لا كيف ايوه ورانا يوم طويل الله يحييكم الله يحييكم يا مرحبا ترحيب المطر يا مرحبا الله يحييكم الله يبقيك طول الحمد لله الحمد لله ديننا فيه سعه ديننا فيه فسحه ديننا دين الفرح ديننا دين السعاده وخاصه في هذا الزواج نحمد الله اللي شرحها لنا نحمد الله اللي حلها لنا هذه العلاقه التي اساسها الموده والرحمه الحمد لله يا اخواني والتي هي الاساس لكل تكوين في هذا المجتمع المجتمع يتكون من الاسر وهذه الاسر اللي يجمعها هو هذا العقد الغالي الثمين الشريف العظيم وهو عقد الزواج اثنان كل واحد من أسرة كل واحد من بيت شرع الله لهما أن يجتمعا وأن يكونان هذه الأسرة وأن يساهما في تنمية هذه الأمة وهذا الوطن بالأبناء والبنات والتربية الصالحة التي أساس الإطمئنان في هذا المجتمع هو إطمئنان الأسر وأساس إطمئنان الأسر هو الإطمئنان والمودة والحياة التكاملية والتشاركية بين الزوج والزوجة علاقة الزواج ليست علاقة فرض الرأي على الرأي الآخر لا وليست مسؤولية شخص عن شخص ما نقدر نقول مسؤولية الأسرة والزواج على الزوجة الوحدة ولا نقدر أيضا نقول مسؤولية الزواج والأسرة على الزوجة وحدها لا هي علاقة سامية متكاملية تشاركية كل منهم يقوم بدوره والله سبحانه وتعالى أرحم بنا وبكم شرع لكل شخص ما يقدر عليه يعني شرع للرجل ما يناسب شخصيته ويناسب تعال هنا يا سالم وما يقدر عليه وشرع أيضا للزوجة والمرأة ما تقدر عليه وجعل الرجال قوامون على النساء هذا ليس تشريفا بس فقط بل هو تكليف أنت أيها الرجل هذا تكليف لك بأن تكون قد الأمانة وقد المسؤولية وقد الرعاية صدرك يتسع لهذه الزوجة عقلك يتسع ويتحكم في المشاكل أمور كلها تكون أنت الحضن الذي تحس فيه الزوجة والأبناء والبنات بالأمان والراعي لهذه الأسرة وكل راعي مسؤول عن رعيته اليوم نحتفل بذكرى زواج إخواني الغاليين اللي أسأل الله أن يسعدهم وهم يعني أساس نجاح في هذا البرنامج وأشكر والله هذه القناة يا إخواني مهما نقدم القناة بدائبة وقلي التي أتاحت لنا هذا المجال الله أن يبيض وجيههم كلهم والشكر الجزيل لهم سواء مجلس إدارة ككل أو من هو قائم معي اليومين الآن بالاتصال والإشراف المباشر أخوي مدير قناة بداية الأستاذ سعود العتيبي ونصبح عليه بالخير ونحييه أو إخواني سواء في الإعداد
أخوي الأستاذ ناصر الحربي أو أيضا أخوي الأستاذ ناصر الغامدي وجميع المخرجين والمعدين وكل من شارك معنا في إعداد هذه الحلقات وهذه الفقرات. نعم نحن شركاء جميعا ويد واحدة ما تصفق، والرجل الذي ينسب الجهد والفضل له الوحده فقد ظلم نفسه. أي نجاح يا أخواني فالناس كلهم شركاء فيه، كل الناس من البواب إلى المدير، لأن كلهم يهتمون. وبشركم أن في القناة هذه ميزة وجدناها، أن نعمل كلنا بروح الفريق الواحد لجل ننجح ونقدم ما يجملنا ويجملكم. أول شيء عطر القهوة، قهوة العرسان. المفروض أن نجيب لكم عصير، بس بعضكم قال عندي سكر وأنا أبغى عصير. أيوة. أنتم ما عندكم سكر؟ لا أبغى عصير. ها؟ ما عندنا سكر، ما عندنا شيء. طيب في كل دقيقة، في كل واحد بيعطيكم دقيقة يعطينا مشاعره إنه عريس. كيف؟ نبدأ من عندك يا أبو علي. ما ودك أقول بيتين؟ لا خلي النشيد. أنتم عرسان، العرسان معفيين من النشيد. أجل. مرة. إيش معناته إيش؟ ما هو شعورك الآن يوم لبست البشت وزفيناك شعورك كعريس؟ رجعتني 46 سنة. الله، كم لك متزوج يا أبو علي؟ من 99، يعني حوالي 46 سنة. طيب كيف كان شعورك من أمس؟ كيف شعورك؟ والله طال عمرك الكل شارك. أم علي كيف شعورها؟ ما يحتاج، أم علي طال عمرك هي من اللي رتب لي في بعض الأمور، وكلهم والله فرحانين بهذا الموضوع ولا يدرون ايش اللي الخفايا، ولكن اقول الله يستر. بس ما في خفايا، ما في خفايا. لكن اسمعوا، والله لا نعينكم على الزواج على زوجاتكم، لا انا دخل اصلا اللي بيتزوج بيذب الريع ما نشهد عنه. على العموم والله بصراحه انها ذكريات جميله وفرحه جميله، ومن من من النعمه كلكم. بناخذ معكم ذكرياتكم طول السنين هذه. طيب. اخوي ابو عبد الرحمن، ايش شعورك بالضبط يوم لبست البشت وزفيناك من البارح؟ ايش شعورك؟ شعور الاشتراك؟ تبس هذيك؟ ايه بالفعل، يعني تحسسك بالفعل انك عريس. الهيئة، الترتيب، الاستقبال، يعني احنا صراحة قايمين بدور تمثيلي، لكن يوحي لك. رديناك كم سنة؟ كم تزوجت مع عبد الرحمن؟ كم سنة؟ قرابة 30 سنة. ما شاء الله 30 سنة. طيب يا اخواني بس اسمحوا لي، في معكم عريس انتم كلكم، لكن هو زايد بالحلاوة صراحة، يعني هو بيسبنا مشاكل الآن. ليه؟ لأن جماله رهيب، ومع ساعة الآن ومع مسبحة زرقاء، شوف كيف قال بيده بتخيل عريس مرزوق. أهلا وسهلا، صباح الخير. شو السؤال ذا اليوم؟ مرحبا، شلونك؟ الحمد لله. يقولون أمس في الهاشتاك واحد من المتابعين أبو تخيل، هم ينون عليك أنتم متخيل. قالوا تدرون إيش يسوي ذا الحين أبو تخيل ومتخيل؟ قالوا إيش يسوي؟ قال يحلف على المصحف المتخيل إنهم غير تمثيل. والله أنا صايل. والله عطر علومك. والله يا أبو عبد الله، والله موجود للسامحين إني من أمس إني مستر. وإني ذكرت الجمان الحلو، إحنا إن شاء الله بعد الجمان حلو الحمد لله. لكن من أمس وأنا كني يوم قبل عرسي بيوم أقوس المشت وأقوس الذوب وأحلق وأتظبط وأشتري لي مراية وقلم. وش قالت أم تخيل؟ أم تخيل قالت البارح، ما درس إلا البارح، أنا قلت العيال أعطوني المشت عقب العشاء ربها ترقد ولا ما رقدت، إذا أنت ترقد بدري ولين المطر، والبارح اللي ما ترقد. وحلفت لها بالله إن تمثيل بس البشت وش تلبس تم تخيل. قلت والله العظيم انها ما غير تمس. حلف لها. ايه قل بنجرب. ولكن الحمد لله والله جاك خير وجاء قناة بداية ومنسوبيها بهذه الحاجة اللي أحيت قلوبنا وبسطتنا والنشامة اللي حاضرين الضيوف الكرام. واليوم يوم عيد. لأن والله استر بعضنا جاي شكرا مرتبة، بعضنا جاي عنده هموم وديون أمور، لكن والله من هذا المسيرة نحن استرنا يا باب. الله يشركم يا أبو تخيل. والله القناة حريصة ومدير القناة وكلها. قبل أمس كنا في حلقة احتفاء بأحفادكم وأبنائكم، واليوم احتفاء بكم. ومهما نقدم لكم يا شيباننا وكبارنا، أنا أشوف النقلي والله أنكم تستاهلون. عندي كلمة سائلة، أرحب بالضيوف وأشكرهم على حضورهم في زفافنا. تسلم في زفافك. طيب أسلم يا أبو سليمان، شعورك بس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الله يحييكم يا مطالي. والله بيض وجهك يا ابو عبد الله، بيض وجه قناه بدايه، ولا في شيء طال عمرك، والله ما في شيء غريب، ما نستغرب يا بدايه، الغريب انها ما تكون قناه بدايه كذا، يعني طال عمرك ابتكارات وابداعات وجمال،
والحقيقة يا الربع طال عمرك يعني صحيح إن اليوم إن نمثل طال عمرك شيء جميل. طال عمرك الزواج هذا الشيء أحبه الله وأحله، وهذا طال عمرك من أمنية كل إنسان طال عمرك أو كل إنسانة، إن الله يوفقها أنها تتزوج ولا إن الله يوفقها أنها تتزوج. والحمد لله والله إحنا متزوجين ومحصلين الخير، ولكن يا طوال العمر تجديد الذكريات واستلهام طال عمرك الماضي الجميل ومقارنته بالحاضر السعيد، هذه من أجمل ما يكون طوال أعماركم. صحيح طال عمرك كل رجال فيه طال عمرك تطري على باله طواري، ولكن تبقى طوال أعماركم مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وقول حنا سعداء اليوم، شكرا لهذه المبادرة. ايش قلت لأم سليمان؟ والله أم سليمان الله يحفظها إن شاء الله ويطول عمرها، هي عارفة أن طال عمرك يعني الموضوع من أول هي واحد واحد يقول ميدا خالف الكواليس يقول قلت ميدا عادت بالله أنه كله كذاب من ذي كذاب. شاف يا طويل يعني حتى حتى يا لبي يا أبو حاتم، وإن كان طال عمرك في الموضوع جدية طال عمرك، هذا شيء طال عمرك العاقلة والفاهمة وبنت الأجواء طال عمرك تعرف أن هذا طال عمرك شيء نأسنه الله طال عمرك. ما الحريم يا طويل عمر تراهم عاقلين، بعض الناس يقول الحريم ان فيهم وان فيهم، يا اخي الحريم عاقلات وفيهم صحابيات وفيهم من عاشوا مع الخلفاء ومع الصحابه ومع التابعين وفيهم خير، ويقيمون طال عمرك حلقات القران ويقيمون الذكر ويقومون في بيوتنا مقام طال عمرك يجملهم ويشرفهم. ولكن طال عمرك ان بقى في غيره ولا كذا هذا طبعا طال عمرك حتى احنا نغتار عليهم ونخاف عليهم بعد. يا سلام ابو صالح، ايش شعورك يوم قلنا عريس وزفه وبشت؟ مرحبا مرحبا بالجميع الحاضرين والمشاهدين، وبارك الله بالجميع وعفاكم الله على هذه الفكره الطيبه. ما شاء الله اليوم رديتونا كم سنه يا ابو؟ رديتونا لابو 19. ابو 19 كيف؟ ابو 19 سنه رديتونا. لا يعني زواجك الان له 60 سنه تقريبا. ما شاء الله. اي نعم. ابو نعم. ابو صالح 81 الله اكبر، وابو سليمان 80 ما شاء الله. الحمد لله يلا طول اعمارهم على طول. احنا ما عندنا شيء في بيت الحكمه، ما عندنا شيء نغطيه. خلونا نتحاكم مثل ما قال ابو تخيل. ما شاء الله. هو يدري عن احد اليوم ولا ما يدري؟ لا ما حد درى. ما حد درى. الحمد لله على لمن ولما الحمد لله والسعاده والخير والرزاق، اهم شيء لمن ولما. اي والله وطاعه الله سبحانه وتعالى. فالانسان الحمد لله جددتوا لنا العهود القديمه. انا الحمد لله اخذت اربع ان شاء الله، والاربع كل واحده حطها ابني لها بيت وين؟ بالرضا الخضر. يا سلام. والرجال يخدمون يذبحون من الفطر ومن الغنم. يا سلام. والله كنا بسعاده ورا بعضهم بعض الحمد لله. ومن ومان ورزاق من يوم انا كنا الى الان. هنيئا لك والحمد لله. اليوم ما شاء الله مع وجوه طيبه بقناه بدايه ببيت الحكمه، ونشكر القائمين والحاضرين والمشاهدين على هذه الزفه المباركه. كذا يا ابو تخيل. اي والله. اي وكذا يا زملاي وكذا يا الحاضرين. ما شاء الله تبارك الله، جت على الوصول وعلى الطيب وجددتوا شعورنا القديم. الحمد لله رب العالمين. اليوم مسرورين بهذا القبر الطيب وهذه الأعمال الزينة يا أخوي. مسكنا السيوف يا أخوي، والعلم الطايب الطايل الطويل. قبلك ما لعبت يا أبو صالح؟ قبلك والله اليوم أول اللعبة لي يعني بالسيف. يسن يسن في الزواج يا أبو صالح، الزواج ترى يسن وديننا في فسعة. ما في شك، حنا بنينا البيوت بالفياض الخضر الحمد لله. الحمد لله. ونخليه غدا وعشاء سوا الحمد لله. يعني عقب صلاة العصر يبدون الرياجيل بالصحون. الرياجيل ما كان عندنا الطباخين يطبخون الانساب والاصحاب وكلهم مع بعضهم. والله يقلطونه لما جاء العصر لهم قلطين الصحون بهالروضه الخضر والوادي ما شاء الله. ثم الكل منهم غدا وعشاء ولا منه زاد شيء الحمد لله، ما يزود شيء مثلا على طول. كل ابوها نعمه ويشيلونها ويحسنونها. بنرجع لكم بارك الله بالتفاصيل تفاصيل زواج غنم. كل واحد منكم الله يحييكم يا ابو صالح ويحيي جميع اخوياكم. والله مهما نقدم لكم فهو قليل. الله يحييكم. تسلمون. اخوي ابو خالد. مرحبا ابو عبد الله. نبغى نربط اليوم الماضي مع الحاضر، وانا اعتبر ان عندي الخمسه اخوياي لن يمون عليهم خمسه تجارب ناجحه في الزواج. استمر بعضهم لأكثر من 60 سنة وبعضهم أكثر من 50 سنة. الحمد لله. ما عرفوا طلاق، ما عرفوا خلع، ما عرفوا فسخ، ما عرفوا الدنيا البوي جبي من عند بوي، ما عرفوا من الرفاهية اللي عندنا شيء. فهؤلاء أعتبرهم قدوة حسنة لكل الشباب والفتيات، أن الحياة أهم شيء فيها هو الاحترام المتبادل
وحب الآخر وأما الدنيا والكماليات فهي لا لها أي معنى. ودنا تعليقك على في الحلقة وعلى هذا الموضوع، تفضل يا أبو خالد. الله يحييك يا أبو عبد الله، ودائما برامج كلها تثري وتناقش مواضيع هادفة، وموضوع الأسرة، موضوع الزواج ونجاح الحياة الزوجية، هذه من أهم المواضيع اللي حقيقة قد تعاني المحاكم منها في الآونة الأخيرة ب يعني كثرة المشاكل والأمور هذه. والتوعية في الحياة الناجحة والسابقة لمن سبقونا لهم في ذلك عبرة، يعني الحياة فيها صبر وفيها تحمل وفيها تضحية من الجميع، وفيها عشان تستمر ويستمر هذا المركب. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا، ونشكرك على هذا البرنامج اللي يقدم في قالب طيب، ولو أن الخمسة يعني الظاهر أنها نشأت عندهم الفكرة اليوم أنهم يتزوجون فعلا بيطبقون الحقيقة. يعني أشوف أن أبو تخيل أبو تخيل أول ما جاء متحزن بالجنبية فوق البشت كذا من الفحر، هذا هو الجنبية تحت البشت، هذا هو الدليل ما بسوي شيء. الله يحييكم، مرحبا بكم يا العرسان. تسلمون. عندنا نوزات بنقدمها لكم انا واخوياي. يا الله توفقهم، يا الله توفقهم، الله لا يهينكم. تعالوا يا اخوياي، احنا نقعد اي خلوا انتوا وقفوا مكانكم. يلا بسم الله. تعدلوا انا ولدي خليه يجي. يلا نقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد عليه وسلم. باسمي باسم اخوياي، يكفيهم بالكلام يكفوني في الفعل المطاليك. نقول الحمد لله الذي شرع لنا ولكم الزواج. ومناسبة هذه الذكرى نقدم لكم بعض الهدايا اللي قليلة في حقكم. أولها هي هذه الحلقة بجميع ما فيها من إنتاج ومن إخراج ومن ذكرى ومن تسجيلها عبر الأقمار الفضائية وعبر وسائل التواصل. هذه أول ما جيناكم به. اثنين، جيناكم بهدايا رمزية من ماركة كارديال، ساعات كارديال، خمس ساعات ألماس من أفخم الساعات، كل واحد منكم تستاهلون. أيضا جيناكم مؤدبة تليق بكم، فيها جميع الأكلات الشعبية سواء في نجد أو في الجنوب، وفيها العلم الغانم والشحم اللي تفعلونه وتستاهلونه، مقدمة أيضا من سلسلة مطاعم العاذرية. هذه المطاعم من لها أكثر من 15 سنة في مدينة الرياض، وهي تثري موائدنا بالأكل الزين والطعام الزين. يذكرون ويشكرون. أيضا هدية أخرى من مجموعة فنادق لكجري نايت، خمسة أجنحة عرسان، كل واحد منكم لجناح يروح من عياله وزوجته بكيفه. وبعدين كلمنا أبو خالد قلنا لا تخليه ذا الليل، خليه مفتوح، يمكن بعضكم بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين ولا بعد رمضان. لا 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 يا أبو تخيل، معكم شهر، اختاروا يوم كل واحد منكم يعزم عياله 24 ساعة في فندق لكجري نايت، وأنا سكنت فيه شهر كامل. فندق رايق وفندق فيه خدمة بتلقونها، بتعرفون الفرق، وفي جو شاعري حساس وبتلقون، وعندهم أجنحة العرسان أنا شفتها حتى اللي ما يطري على باله العرس بيعرس. خافته وحلاوة وفتوه وورد وغيرها وغيرها. فيها أيضا إهداءات مشاركات بناخذها من شعرانا من بيتين بيتين، أولهم أخوي غرمان. تفضل يا غرمان. قبل سم بارك الله فيكم. يقول واحد حي الخيل عام الأول، قال الخيل تبي حاضر بحاضر، أجل الحاضر الحاضر، لا 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 إلا الحاضر بحاضر، أحلى أحلى شوي. لا يا أبو صالح، وأنتم طالبينكم، اسمعوا طالبينكم، وكان في حد منكم ناوي العرس إني ما يعرس في حلقتنا هذه. لا يدخلنا، لا يجيب لنا المشاكل، لا يدخل يا أبو صالح. الخيل تبي حاضر بحاضر يا أبو صالح. الله أبو صالح ما عندي يا ولد. والله صالح، أي والله يا أبو صالح. أبو صالح يمكن عشان خذيت أربع بنت خلاص يعني خلاص. اسلم يا غرمان. تسلم 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 تسلم. لا 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 يا لا لا يا سلام يا سلام. لا 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 يا لا 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 من جميع القبائل. يا لا 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 من جميع القبائل. باسم اخونا وتاج الراس، باسم اخونا وتاج الراس. ما عليك زود.
بو عبد الله عريب الساس عليك مزود بو عبد الله عريب الساس مرحبا هايلي يا ضيفان من جميع القبايلي يا لا 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 من جميع القبايلي يا لا 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 من جميع القبايلي باسم اخونا باسم اخونا وتاج الراس مالكم زود بو عبد الله عريب الساس مرحبا هايلي يا ضيفان من جميع القبايل يا لا 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 من جميع القبايل يا لا 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 من جميع القبايل اخونا لا 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 من جميع القبايل انا في الموقف الحساس يا سلام انا في الموقف الحساس اجعل الدين لي نبراس كلام اجعل الدين لي نبراس والمعاني لها ضيفان في صدور وقبايل يا لا 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 في صدور وقبايل يا لا 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 في صدور وقبايل اخوي ابو حاتم لا لا في صدوره وقبايل تفضل اخوي ابو حاتم اهلا هلا مرحبا بعرسان ذا اليوم شباننا جددون العهد الاجداد شباننا جددون العهد الاجداد هذه عوايد قديمه طبع واسلوب وقت مضى وانقضى ما عاد ينعاد وقت مضى وانقضى ما عاد ينعاد تمثيل الأضاء يذكرنا بها دوم اسلوب اهلنا القدامى مثل الاعياد اسلوب اهلنا القدامى مثل الاعياد خفوا على عيالنا من المهر يا قوم صدق لا تحمل فوق ما لا طاق بعناد لا تحمل فوق ما لا طاق فعلا كم بيننا محرمات وكم محروم شوف العنوسة بلدنا صار يزداد شوف العنوسة بلدنا صار يزداد الشاب من وين له ما خلق معدوم ظروف الأيام معروفة للأشهاد ظروف الأيام معروفة للأشهاد ومن جاك يخطب لبنتك ما انت ملزوم بشروط فيها من التعجيز وضهاد بشروط فيها من التعجيز وجهاد رسولك توصاك بالتيسير واللوم يكسي رجال وفيها النصح ما فات يكسي رجال وفيها النصح ما فات بيض الله وجهك ابو حاتم اخوي الشاعر سالم من السحمان يعطيكم العافيه ما قصرت في الموضوع لكن بضيف من عندي كلمات لكم للوطن اعطونا اعطونا يا اخوي يا لا 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 جايبين لكم جنوب ونجد كلها يا لا 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 عزك الله يا وطننا العزيز يا لك الله يا لا 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 عزك الله يا يا لا 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 يا لا 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 والله العريس هذا المملكة والشموخ يا لا 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 يا لا 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 عاش العريس وسسك بالمجد عبد العزيز يا لا 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 يا لا 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 يا وسسك بالمجد عبد الشيوخ يا لا 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 يا لا 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 بين قادة العرب والشيوخ ولا لا لا يا لا 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 وتطور جاب وقت وجيز يا لا 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 يا لا لا لا
يا لا 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 يا لا 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 زين العدل وطال جوف يا لا 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 يا لا 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 حدنا دونه جبل وتغريب يا لا 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 يا لا 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 حدنا دونه جبل مبارك ابو خالد لا 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 صفنا واحد ولا بشروخ يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا صفنا واحد ولا بشروخ سلامتكم سلام لا يا لا 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 الله يا يوم الهنا عادت للطيب ينصاها له يا لا 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 يا لا 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 عادت للطيب ينصاها له ألف له أنت وشكرا جزيلا ربي اللي دلكم للجميل يا سلام الله يا يوم الهنا والسعادة عادت للطيب ينصاها له يا لا 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 يا لا 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 عادت للطيب ينصاها له ألف له أنت وشكرا جزيلا ربي اللي دلكم للجميل الله يا يوم المطر والسعادة عادت للطيب ينصاها له يا لا 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 يا لا 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 عادت للطيب ينصاها له جملتوا هذا ما جيت أنا وأخوياي إن كانه كثير وايد فوالله أنكم تستاهلون الذهب والماس واللولو وإن كان فيما قدمنا ولا سمعتوا قصور فاعذرونا والمطاليق عذار الله يبيض وجهك ويكثر خيركم تفضل يا أبو حم والديكم أول شيء فبيض الله وجهك على الإعداد وعلى السهر وعلى التعب اللي أنت عانيته من أمس بيض الله وجه هذا الرجال اللي كان الداعم والسند في المشورة وفي كل شيء ونعم بيض الله وجهه أخوانا ونعم بالشعراء كلهم اللي حضر هذا نعم والقناة لها الفضل الأول صحيح. قبل كل شيء لأنها هي اللي أظهر الكلام هذا عندي بيتين بيرد عليه الرجال دي حسنا نعم حسنا بارك الله لأبو صالح وأبو سليمان يا خير طيب بارك الله لأبو صالح وأبو سليمان وأبو تخير رفيق الدرب مع منيف وأبو تخير رفيق الدرب مع منيف بارك الله لي ومتابعين الشاشة والبو عبد الله اللي عد عدته يا لا 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 يا لا 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 وابو عبد الله اللي عد عدده بارك الله لابو صالح وابو سليمان طيب طيب وبارك وابو تخيل وابو تخيل رفيق الدرب مع منيف بارك الله لي ومتابعين الشاشة والبو عبد الله اللي عد عدته يا لا 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 وابو عبد الله اللي عد عدته يا لا 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 يا لا 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 أبو عبد الله اللي عد عدته الله يبيض وجهك يا ولد صلوا على نبيكم بعد العرسان الخمسة هذولا إياه لازم في حلقتنا عندنا عروسة لازم نزفها ولا حقنا عليها أبغى أنا وياكم نصف صف واحد وبعلمكم من هي تعالوا هنا يا العرسان تعالوا يا ابو خالد تعالوا اليوم كلنا مضاجات تعالوا هنا ونبغى صف واحد صف واحد صف واحد اي بالله صح صف واحد ترجع ابو حاتم عشان تاخذكم الكاميرات كلها اذا حد يبي يطلع يلعب يا واحد ولا رجع يطلع الثاني خلاص طيب اليوم احنا نفرح بهذا الزواج وهذا العرس اللي اسال الله قولوا يا الله وقولوا يا الله في هذا الساعه كل من هو تزوج ويبحث على العفاف والستر ان الله يسعده ويبعد شياطين الانس والجن عنه حل الطاوله يا ابو علي وتعال جنب ابو تخيل حل الطاوله تعال جنبه ايوه لا الحلا حلا وراك تعال تعال خل على كيف ابو تخيل عريس ترى العريس ما حد يقول شيء يا اخوان والله العظيم وترى المتابعين يا ابو علي
المتابعين ترى معلمين وحنا قلنا ركزوا على العرسان شوفوا من هو اللي فعلا بين في عينه انه بيعرس يدب الريح. شوفوا متغير متغير ايش تغمض يعني مره في رمد. طيب هذه العروسه هي عروسه غاليه يا سلام والله ان نفديها بارواحنا ودمائنا. اي والله هذه العروسه تدرون من هي؟ هذه المملكه العربيه السعوديه. وتدرون من هو اغلى عريس واغلى من نحتفل به وندعي له ونحبه؟ الملك سلمان. وهذه الشيله اهداء للسعوديه والملك سلمان. يلا تعزهم يا كريم الاخلاق. غنوا معي بعد بلا الحي الله يعز استريحوا استريحوا خلينا نوقف مع هذه. جمل الله احوالك انت يا ابو عبد الله عيالكم. بيض الله وجهكم جميعا. كرسي ما شاء الله كرسي حق التحقيق جبهه بسرعه. نبغى كرسي التحقيق بسرعه. بيجي تحقيق تنسموا والله انا فحمانين يا اخواني. ها اللي ما فحم فهو العريس.
بس انا ما فهمت ما بحب خلاص اسمع دقيقه امشي هنا نشوف نشيط ولا لا واحد واحد يشوف يلا كذا شوف من اللي فهمها لا لا وانت تمشي وانت تقول واحد لي 10 بصوت عالي عسكريه اصبر لا لا بذي يلا اي ابو علي دقيقه بس دقيقه يلا اللي قدام شوف شوف من النشيط خليني دراك قدام يلا روح دراك قدام شوي يلا 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 اها والله نشيط ابو علي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كفو كفو حي العريس ابو علي نعطيك الدرجه استريح تفضل يا ابو صالح ابو صالح هلا هلا يا سلام والله سلام هلا هلا يا سلام عاش يا سلام عاش ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك ها عندك هلا هلا يلا بارك الله والله يا هلا 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 بسم الله عليك بسم الله عليك لا لا اقول اما انشط هذا الاصابه انشط انشط واحد يحتاج نشوف اذا الحين بتخيل النشيط تعرس ولا ما يعرف بنشوف بنشوف النشيط يعرس هذا اختبار النشيط يعرس يا شباب يا شباب في الموقف هذا شباب ابو عبد الرحمن وين النشاط الناس يتابعوك ابو عبد الرحمن كيف العريس شوف بسم الله سلام الله عسكري 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 يا الربع انا في يلا ابوك طيب اخر عريس معنا اليوم والله عمره 80 سنه لكن نبغى نشوف ابو سليمان يا انا ابو سليمان والله برا اول شيء هذول ما هذول مستغرب ما بيجون البندق يا ابو سليمان ما بطلنا نعطيكم جرح رئيسة لا استغفر الله استغفر الله الله يسعدكم من المساعدتون نسأل الله أن يسعدكم جميعا طيب ما عندنا الضحك ذا والحبل هذا ما شاء الله عندي تحقيق اليوم يا الله يا العريس عندي تحقيق يلا تحقيق والله بترككم بدون تحقيق اضحكنا وتحقق على انا عندي تحقيق يا عريس ترى اليوم الاثنين تحسبون انه ما غير عرس وكذا لا يا حبيبي يوه يا ربي ابو سليمان عشانك تسوي نفسك كسران قم هنا اجلس بس سفا يلا الحين ما دام انا بعيد من العرس ارفع راسك يا ابو سليمان يا لبي ما فكيت شوف مشعب ابو علي حتى في العرس يجي مشعبه الله يهديك ابو علي النسوان ما ياخذون اللي مع مشعب لا خل عشان تتك على ياخذون اللي مع ورده صباح الخير اخوي ابو سليمان الله يصبحك بالنور شلونك ابو سليمان صباح المطر صباح العرس وصباح الافراح تسلم والسعاده صباح السعوديه طيب ابغاك لي دقيقتين ابشر يعني تبعد من عقلك وين انت الان ابغى عقلك الان يشتغل وترجع بالذكرى 50 سنه وانت باقي تلعب عند ابوك كيف طرى على بالك الزواج وكيف اخترت المراه وما اللي اختارها لك وكيف خطبت وكم المهر وين كان شهر العسل وين كان الفندق اللي نمتوا فيه واليوم الثاني حق العرس وين كانت صباحيتكم والكوشه منين فصلتوها والحلا من سويسرا ولا ايطاليا يا لبي يلا حطنا تفضل يا ابو اولا قول يلا ان الله يرزقنا وانت ولا الثبات في القول والعمل هذا باب الباب الثاني في مثل الذكريات هذه جميله ما ابغى اسلسل في الكلام اولا يا طول عمر فانا اتخيل يا طول عمر اني ما بين قريه خالي ابو زوجتي ام سليمه وبين قريه الوالد اللي هي قريه النامه اللي فيها الوالد والوالده دارت خلال القريتين هذه تاريخ طويل وجميل في طلع عمرك من ناحيه الخال ومن ناحيه الوالد الله يجعلهم في جنات النعيم مطاليق شرواكم وعلومهم زينه ولكن لا يعني يطول عمرك من نحكي يا اخواننا واحبابنا المتابعين ذيك الايام والزمان الجميل والظروف اللي مرت انه سيء ذاك الزمن والله ما هو سيء ولكن هذه طلع عمرك كان يطلع عمرك وضع الناس في هذاك الزمن طبعا سبحان الله يعني انا كان يطلع عمرك لي رغبه كثيره في
تلفن يا أقترن بأم سليمان الله يسعدها، لأنها تصغرني في السن، ولكن يا طول عمر كان في بالي إنها إني أنا بقى يعني ما ممكن أن يتحقق حلم في بالي، لكن الحمد لله أنها تحقق. كم كان عمرك كم زويت كم كان عمرها؟ والله طول عمرك هي يمكن أنها 17 وأنا 22 يعني الآن استمر زواجكم كم سنة يا أبو؟ أبشرك أنها 54 54 سنة. نعم. وأنتوا وعليها زيادة. قلت زعلتوا يا أبو سليمان؟ والله شوف يا طلع ما هو شأن التلفزيون ولا قناة بداية، قناة بداية أحبها وأرفع لها غطرتي وعقالي. تسلم الله يرضى عليك من جد والله. قناة بداية طلع عمرك نموذج في كل شيء والله يا أبو عبد الله، ولا يهون وتسأل تعرف أم سليمان الكلام هذا، إنها ما عمرها راحت بيت أبوها طلع عمرك من زعل أبو سليمان مرة كلام. معليش معليش يا أبو سليمان معليش معليش 54 سنة ما تزعلتوا؟ إلا الزعل يحصل، لكن احيانا ما راحت البيت ابوها؟ ابوها من زعل لا والله، يسالني الله عن هالكلام ما شاء الله تبارك احترام وتقدير لها وللنسب. هنيئا لكم والله من جد. طيب اكيد تختلفون في الراي. حبيب قلبي مرت بنا ظروف وطلع عمرك، لو انه طلع عمرك انه حجر حجر ما تحملنا. لا اله والله من جد، عنا وشقى وسراء وسوق ومويه وجيب وبداوه وحضاره وظروف ومغادره الاطفال. طيب الزوجه اللي هي كذا كم سكت فيها مهر؟ صراحه والله اني صادق. شو الورقه عندنا؟ 1500 ريال. نعم. هذا مهرها؟ هذا مهرها ذهب. والله طال عمرك هو طال عمرك هي تستاهل الذهب وتستاهل انت بعد الخير، ولكن انت ما كنت من زمانك تكون كان ذاك الايام يا طال عمرك ايش مثلا طال عمرك احيانا ما يشترط، ولكن المطلق اللي مثلك وشرواك يقدر زوجتك. طيب وين ايش القاعه اللي استاجرتوها؟ قاعه طال عمرك قريه النامه في الحوش اللي قدام المنزل. هذه القاعه حوش. طيب والكوشه؟ الكوشة طال عمرك الله يعوض علينا شال يوم جبناها من جات من الدبيت بوها. إيه؟ والله يا ابو عبد الله ناخذ القربه وراحت البير تجيب ردي مويه ولا ثلاثه يوم الزواج. والله اني صادق. لا يا ابو سليمان اكيد انكم استاجرتوا فندق خمس نجوم. يا رجال النجوم تدري شيء؟ المحبه والاحترام والتقدير. طيب يا ابو سليمان والله لذا الحين انت ما مزعلني انا والشباب. طيب شهر العسل كان في ايطاليا ولا في دبي ولا في والله طال عمرك في اندونيسيا ولا في القزعه نصر مزرع؟ وين قزعة هذه؟ القزعة تطلع من جبال لنا هناك يا بلاد مدرجات. يعني يوم أصبحتوا؟ لا والله اليوم الثاني، لأن اليوم الثاني استقبلوا الحريم. حنا كان الزواج عندنا للرجال أول يوم، اليوم الثاني يستقبلوا الحريم ويسووا لهم أدوبة ويهنون ويسلمون، واللي يجيبون مزاور واللي يجيبون طعمرك حبه واللي يجيبون قهوة واللي يجيبون طعمرك مبدأ وكذا، وكان سعادة. طيب منين شريت لها الفستان والمكياج؟ في مشغل؟ أنا بقول لك يا طويل العمر أنا كان على بالي إني أخذها الله يحفظها إن شاء الله ونروح نسافر على الطائف، وهي تسمع الكلام هذا وكان في بالي لأن الظروف ما كانت تتحمل، ووافقني خالي على الكلام هذا. الوالدة طرت عليها أفكار وأنا نايم صراحة طويل العمر قدام صلاة الفجر ووقعت عند خالي، ويوم جاء الساعة 7 طويل العمر قال لي تقومني حبيبي حبيبي قم حظك والله في ذيك العريقة والسم. قالت أفطر أبشر بس سفر إيش عندك أم؟ قالت إما أنا رحت لخالك وإعواننا أبوهم يروحون بيتنا يأتون عندنا ما يروحون الشام. الله ايوه. المهم قلنا الامر لله ابشري. طيب احنا نبغى شيء للعرس، احنا ما في خياطين وعندنا ملابس يا اخواني واحبابنا. ما جبت لها شنطه ولا عربيه مذهبه؟ اعلمك يا حبيب قلبي كلامك على عيني وراسي. احنا كنا نفكر في ثوب الزفه اللي تلبسه وتروح مع الحريم فقط، بس لانه كان فيه صعوبه شوي. الله. جيت عند واحد من الجماعه راعي الدكان في السوق عندها ملابس من اللي شفت المفصلون في الطائف قطايف معينه. أيه؟ بس اللي يكون طلع عمرك اللي فيها الحرير خفيف. قال اقول لك يا ولد ما تلقى الحين هذا، انا عندي راي ايش عندك؟ قال خذ واحد من الثياب هذا اللي تشوفه يعني قطايف او ثياب ملابس حريم، خذه وده الخياطه الفلانيه فيها، ترى ما هي خياطه تشتغل في جهه معينه لكنها تجيد عندها ماكينه تطريز، وخلها تدبل الايادي هذه وتدبل هذا طلع عمرك وتدبل الجنوب هذه عشان تزهاها اذا راحت عند الحريم. يعني الثوب عاريه؟ لا اشتريته لكني اعدت طال عمرك يعني اضافات اضفت عليه حريم. طيب الحلا منين جبته؟ الحلا طال عمرك بر وسمن واحيانا العسل ما فيه. طيب غرفه النوم ايطالي ولا اسباني؟ طال عمرك غرفه النوم تدري متى كانت غرفه النوم؟ في الطائف بعد 3 أيام او 4 أيام. وليله العرس؟ ليله العرس طال عمرك مع عمتها ومع اخواتي ومع هذا. لا لا دقيقه دقيقه، يعني الان انت تزوجت وسكنتها مع امك تخدم امك واهلك؟ والله انها تخدمها والله يجزاهم خير، ولا خدمتها هذيك السنين. ما شرطوا عليك قالوا بيت شرعي الحاله؟ مجارين. هي لربما انها كانت ودها لكنها تستحي تقوله لانها تستحي من عمتها لانها اخت ابوها. وعندنا طال عمرك عندنا ما في واحده قال تعيش لحالك ولا كذا، احترامه
محبة وتقدير والناس يعني فيهم خير. طيب ذاك الوقت رسالة يا أبو سليمان، أنا ودي سؤالك تعجبني لكن عشان أعطي أخوي أنا مجال. سلمت. الزوجة يا أبو سليمان اللي قعدت معك الآن، أبغاك تعطينا السر، هنا في سر يا أخواني ولا لا؟ الزوجة اللي قعدت معك 54 سنة ما راحت لأبوها زعلانة، ومهرها كان 1500 ريال، ولا غرفة نوم ولا كوشة ولا سيارة زفة ولا فندق ولا شهر عسل ولا قتوه ولا طرطة ولا مطربة ولا مغنية ولا ولايم ولا شعار، وهذا الزواج ناجح 54 سنة. أبغاك في دقيقة تقول لنا وش السر يا أبو سليمان. أقول يا طول عمرك قدام كل شيء، أنا أقول لا يعني طال عمرك يا أبو سليمان ولا اللي مثلها وقرأناه في ذاك الوقت إنه قصور في حقه. لا والله، لكن هذاك هو حال المجتمع. صدقت. وراضين ومبسوطين لأن ما في شيء تشوفه أكثر. هذا أهم شيء، الرضا والتعاون، وإنك أنت أخذت بنت فلان الونعم اللي طال عمرك يقدرك وأعطاك بنته. ثانيا طال عمرك أنت اللي أخذت بنت الرجال طال عمرك، سواء أنها قريبة وكذا احترمتها وقدرتها طال عمرك. فأنا أقول يا طال عمر إن السبب سؤالك. أيوه. سؤالك إيش؟ كيف استطعتوا تستمرون 54 سنة مع هذه الحياة البسيطة؟ أنا بقول لك، قول يا الله، يا الله إن الله يجعل لنا ولكم توفيق وهداية ونور طال عمرك، لأن الهداء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن يا طال عمر إن طال عمرك فيه قدوات، فيه ناس في المجتمع نقتدي فيهم. شوف رجال طال عمرك بوي وعماني وأقراننا في القرية واللي في القرية الثنانية، عيب عندنا نسمع طال عمرك إن طال عمرك قالوا فلانة اشتكت من فلان طال عمرك إنها أخطأ. ما كنت تسمعون بالطلاق؟ لا، ما الطلاق هذا نادر. يمكن لو أقول لك يا طال عمر في مجتمعنا عشرات السنين ما حصل الطلاق إلا يمكن 1% أو 2%، مع أن الحياة صعبة محدودة، مع أنهم طال عمرك يرعون الغنم. طيب. ويحرثون في البلد ويسوقون على البير ويجيبون الماء طال عمرك من بعد المسافات ويشدون ويروحون. لا، ولكن طال عمرك إن الله سبحانه وتعالى يعني بارك فيهم وفي مجتمع. طيب بس لك سؤال جاوبني عليه بصراحة، اللي يسمع هذا الحياة الصعبة ويعني يسمح لي على الكلمة هذه وهذا الصلف والشغل، يسألكم سؤال عن واحد من جيل هذا، بس تجاوبني بصراحة أبو سليمان. تامر أمر. كنت تحب أم سليمان وتحبك؟ والله يا طول عمر إن المحبة في حب مع الجو هذا، يعني شوف لا يخيل لبعض الناس طول عمرك إن حب رومانسي ولا حب كذاب ولا حب مجامل. لا عطر الصراحة، هذا شيء طول عمرك الله سبحانه وتعالى، لأن المحبة وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة تحبها الله سبحانه. والله أحب أم سليمان واحترمها وعلى عين وراس. قول أحبك أم سليمان. يا أم سليمان الله يبيض وجهك، تعرف إني أحبك كمان أنت بادرين. يا لبي يا لبي، قل يا الله إني سعيدك أنت أبو سليمان. يا لبي يا أبو سليمان، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، الله يسعدك يا أبو سليمان. عمي أبو صالح تفضل هنا. بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام. والله يا أخواني القصص هذه يستنبطون منها العقلاء رسائل. الله يجعلنا وياكم من اللي يسمعوا الكلام ويتبعون أحسنه. تفضل يا عمي أبو صالح. تسلمون. عمي أبو صالح الحربي، عمي نايف من المقدرين وكل أخوياني مقدرين. الله يسلمك. جاوز عمره الآن 81 سنة، أسأل الله أن يمد في حياته. آمين. وتزوج أول زواج واستمر لحد الآن 62 سنة يا أبو صالح. يمكن وأكثر. طيب أبو صالح. نعم. أبسألك عدة أسئلة وحنا سمحوا لي وأنا مستعجل عشان أعطي أخوياني مجال باقين الوقت داهمنا، فسامحوني. نعم. يعذروني. نعم. نعم. أبو صالح. هلا والله. أبغاك تعلمنا، يمكن أبو سليمان الله يهدي أبو سليمان يمكن يخبي عنا يخايف من العين هو أم سليمان، أنت أبغاك تعلمنا كيف تعرفت على مصالح وكيف المهر كم هو بالضبط وين قضيتوا شهر العسل. أنتوا أكيد يا أبو أنتوا في نجد أكيد أنكم يعني تروحون أما دول الخليج ولا مصر ولا سوريا، أقل شيء أقل شيء يعني أقل شيء أقل شيء. والكوشة منين فصلتوها؟ غرفة النوم منين شرتوها؟ أطقم الذهب اللي أخذته وشنهي؟ عيار 21 عيار 18 إيش قدمت له هدايا؟ وين سكنتها؟ في فيلا لحالها ولا شقة لحالها ولا؟ أعطنا يا أبو صالح تفضل. يقول الصبر زين وفيه مقضاة ثنتين، تكسب جميل وتأخذ الحق وافي. كلا لما إنه ما حصل مثلا مراعاة بينهم ترى الأمور وتنشق الطاسة مثل ما قيل. الإنسان يتجه لله قبل كل شيء ويقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الدخولية، فيه قرى يا أخواني وفيه قرايات وفيه يدخل الحمد لله في جو جديد والزوجة تدخل في جو جديد. كم كان المهر يا أبو صالح؟ المهر بارك الله فيكم 2000 ريال. صراحة يا أبو صالح؟ أي والله صراحة. ومع طقم ذهب؟ مع طقم ذهب قردالة وزمام وثياب وطاقات وشمغة
وعلوم طيبه. منين شريتوا غرفه النوم؟ غرفه النوم ما في غرفه نوم، احنا حدر بيت شعر. في بيت شعر؟ اي بيه نعم. طيب هجل وديتها شهر عسل وين؟ شهر العسل بالرياض الخضر عندنا بنجد. ولما نبغى نروح رحنا عمره ومرينا على الجنوب مر الكرام. طيب ونرجع لحلالنا وفلاحاتنا مزرعتنا ومرتاحين، ابشرك ان العوائل مع الاهل. ثاني يوم في الزواج ايش سويت انتم صالح؟ ثاني يوم الاسبوع الاول ما رحنا مستانسين ومرتاحين، عندنا بير وعليها مكينها الاسترا الاوله وتزي الغنم وتزي الحلاله وتزي الفلاحه ومستانسين، وابد يركضون مع الغنم نركض بالفلاحه ومتكاتفين، عندنا الوالده وعندنا ما تبارك الله الامور طيبه، انا كل زوجاتي بنات عمام وبنات خوال ومع بعضنا بعض ومتفاهمين بيننا والحمد لله. طيب واذكر لك والله ما عمر وحده راحت وين لابوها زعلانه ابو صالح من هاك الحين الى الان 62 سنه واكثر ما راحت لابوها زعلانه؟ والله ما راحت لابوها زعلانه، الا عاد اللي في يومه مثلا ويروح توكل على الله وتنتهي. طيب يا ابو صالح نعم برضو انت زي ابو سليمان حيرتني وحيرت الناس اللي نتابع. اي 50 سنه 62 سنه اي نعم، ولا في مهر ولا شهر عسل ولا جوال ايفون ولا طرطه ولا جاتو. لا بد هذه ما نعرفها ولا. طيب كيف استطعتوا تعيشون انت وزوجتك بدون مشاكل؟ ايش السر؟ والله السر الفاهمه بيننا، وعندنا ما مشغلنا، عندنا الفلاحه وعندنا الغنم وعندنا البهم وعندنا شطر من الابل قليله يعني خلفات وما خلفات، والكل منا ماشي ومرتاح مع الثاني، ويلحقون جيراننا من ورانا خير، يلحقون لبن وخير ومن المزرعة والحمد لله رب العالمين. نعم أنت معي هنا؟ لا عادي. تفضل أبو صالح معي. أذكرك تكلم واحد هنا يكلمي يكلموني يقول غداكم جاء، قلنا هاتوا الغداء. أي قالوا لا صعب نرتب، قلت حنا نعيش جو الزواج نبي نرتب كلنا. لا بد حنا نفيد ونستفيد وشبابنا إن شاء الله أبو صالح. نعم. أبو صالح نعم معك. لو الآن يسمعونك شباب وفتيات وهم متزوجين أو على وشك زواج، ايش تقول لهم؟ كيف استطعتوا تعيشون بدون مشاكل؟ كيف؟ اكيد انكم تزعلون من بعض، اكيد انها تختلف الافكار، اكيد انك تبغى حاجه ومصالح ما تبغاها، ومصالح تبغى حاجه وانت تبغى حاجه، كيف استطعتوا تعيشون؟ والله الحقيقه الانسان لما يسلم من التقاليد اللي ما فيها خير. التقليد؟ التقاليد ايه يقلدون بعضهم بعض، وكذلك بعض الامهات يمكن ما الله اعلم بها تقول بنتي ما هي اردى نصيب من اللي يجيب عليها هذا اليوم. ايه فالانسان يتكل على الحي القيوم، وتراهم ما خذوهم جهاز، خذوهم جواز، شفت؟ يا يتصلون مع بعضهم ويعلمون خير، المهم الزوج يرضي والزوجه ترضي زوجها ووالديها ووالدي وزوجها، وتكون الامور كلها ماشيه. يا اخواني الحقيقه قبل كل شيء الامن والامان والاسلام وطاعه الحي القيوم، وترضون هذولا وترضون هذولا، ترى كل ابوهم لهم حق، هذولا اهل الزوجه. يجب على الرجل المتزوج انه يرضيهم كل شيء وحسن الاخلاق، وكذلك الزوجه ترضي اهل زوجها، وترى الامور تمشي، وترى لا يستعجلون. لما الواحد مثل زعل ولا شيء عطاها الله يريد بنا خير، وترى ما خبر لك واحد طلق اللي يتحسف، والله اني يتحسف يطلقها اليوم بكره يروح للشيخ يقول تكفى انا والله اني افتني يضعت بين العيال، ولا ضعنا من الامور اللي تعبنا عليها، وبنت خالي ولا بنت عمي ولا قبيله ثانيه ولا علومهم طيبه، وكيف استردها؟ والله اني ما خبر واحد طلق اللي تحسب. طيب يا ابو صالح نعم بعد 62 سنه تحب ام صالح؟ اي نعم، واحب اللي مثل يحب الوطن كله ابوه. لا لا ما نبيك تحب الوطن كله، وش هذا يا ابو صالح؟ ابو صالح لا لا تحب ام صالح؟ نعم عاين في الكاميرا اقول احبك يا ام صالح. احبكم يا ام صالح كل ابوكم لانه مهدد مهدد يخاف يزعل كبيركم. طيب كلكم كبيركم والكبير والصغير، والله يحييكم سعادة. شكرا شكرا يا ابو صالح شكرا، وانتم سالمين غانمين والله يبيض وجهنا احنا وياكم عند رب العالمين. شكرا يا ابو صالح شكرا، الله يبيض وجهك يا ابو صالح السياسي. الله يسعدك شكرا يا ابو صالح شكرا، الله يسعد. ما حضرنا لكن ما يخالف. عبد الرحمن عبد الرحمن
طبيعي يعطونا الغداء هنا نحضر هنا عايدي. احنا في الزواج، احنا في زواجاتنا زمان اي اخوي كنا نجيب الذبيحه نصلخ ونطبخ لكن اليوم انكم عفيناكم من الطبخ بس بنحضر قدامكم ونرتب قدامكم ونعيش الجو. احنا في قناه واقع حبابك. طيب يا ابو تخيل تعال السلام عليكم. البداية لا احنا نعيش الواقع في قناه الواقع. نعم اقعد. الواقع يعني الواقع يعني نشاطنا اليومي. اقعد تفضل. ايوه بسم الله. ابو تخيل والله عمرك اظن 67 65 طال عمرك. يناهز 65 يناهزها يناهزها ما بقي وصلها يعني ولا تعداها يعني. كمك متزوج ام تخيل؟ متزوجها من 1409. كم سنه يعني؟ والله اني ما ادري. 35 سنه. حسبوا يا اهل الرياضيات. 36 ما على شحم ما لك دخل بي. ارسال 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 انت ارسال اليوم. اي ارسال ارسال ما يزول الارسال. ايش قلت؟ لا تعرف الواحد على خيره على زوجته. طيب ابو تخيل ايه كم كان مهر ام تخيل؟ والله انا خطبت عند خالي من يوم ولا شرطوا علي ابو عبد الله ولا مهنت الا الربع. وجات جادة وقدمت أنا اللي الله يجمنا ويستاهلوا يعني. قالوا على كيفك. قلت كم المهار؟ قالوا والله ما نقول ريال. جيب اللي جيبه. وجبت اللي جيبه. كم قدمت؟ والله أمور وعدة. 5000 10000. ها 10000؟ لا يا رجال منها شيخ محمد العلوم جانا خوالي وقبيلتي ثانية وحطها في راسي. وذاك الوقت اموري جانا. طيب طيب اكيد يا ابو انت ما دامك 409 معناته من المتطورين يا ابو تخيل. أه؟ في اي دوله كنت؟ ارفع صوتك. اقول ما دامك 1409 أه؟ اكيد انك من المتطورين. أيه؟ وين قضيتوا شهر العسل؟ في اي دوله قضانا؟ طال عمرك مشانا من يدمه في الجنوب نجران. اي وريحنا في وادي الدواسر في الليل. طيب واستاجرنا شهر العسل يومين في وادي الدواسر. يا ابو تخيل نعم حتى الصراحه يا ابو. ونعم بوادي الدواسر واهله. بس نقول دولة شهر عسل. لا لا اسبانيا ما لا باريس. ما اكبر دولة واحسن دولة عندي السعودية. الله يعز الاسلام. وشهر العسل بس يومين يومين في وادي الدواسر؟ نعم. طيب اكيد انك عوضتها بفندق انتر كونتيننتال. فندق مشهور اعلى فندق. ما ادري ايش اعلى فندق. ما ودي اسوي دعايه بعض أيوة. لكن اعلى فندق في السعودية اكيد خدت لها فيها قرشي اسبوع في الرياض. أيوة. 5 نجوم. هذا لم يحصل. كيف لم يحصل؟ لم يحصل الصراحة. أنا بعلق الصراحة والله. أنا بعد وادي الدواسر طلعت مع الحريق ومع الحوت وحولت مع على الرين. على الرين مرة ثانية؟ على الرين هنا منطقتي. ما سقط رأسي. وانتهى شهر العسل؟ وانتهى شهر العسل. طيب برياحية. سكنتها في فيلا الحالة؟ سكنتها في فيلا الحالة؟ سكنتها في بيت في 3 غرف، غرفتين ومطبخ وكان تواليت شعبي. لا لا وسورة بعد ما بطبي ولمبات. كل غرفة بها لمبة والحمد لله. وعشتوا إلى الآن؟ الحمد لله. طيب أبو تخيل سمعنا منك وسمعنا من أبو سليمان وسمعنا من أبو صالح. هذه السنين اللي طولت. الآن نشوف بعض الناس بعض الشباب ما يستمر حتى زواجه سنة وسنتين مع أن المهر لا يقل عن 50,000 وفنادق وشهر عسل صح. كوشة صحيح. وحلى وطرطة صح. وذهب كلام وهدايا وجوالات آيفون صح. ولا سامسونج ولا من أرقى شيء. كلام صح. ايش السر اللي خلاكم تنجحون وبعض الزواجات الان مع هذا الرفاهيه تفشل؟ ايش ظنك ايش السر؟ طال عمرك وما يسمع الرجال يدور للزوجه بنت الرجال وبنت الحلال والحرمه تدور للزوج. خل عين قدام عشان اي صاد تدور للزوج وانا ادور للزوجه باي طريقه وقلوبنا بيض كلنا راغبه في الثاني ونياتنا سليمه. ما عندي نية أن المرض ينصلح لي ولا فك الشهر الجاي ولا المرض ينصلح للرجال ولا أطق من الشهر. لا والوازع الجيني إن شاء الله متوفر أول وثاني والحمد لله. وجاء أطفال ومسكونا. لو قلنا في دقيقة تنصح الشباب والعرسان الآن إيش تقول؟ أقول أنصحكم الزواج نص الدين. والزواج هو أول عمرك تشوفوا رعالك ويلحقون على أهلائك وعلى تعبك وعلى ذا ونفعك وخدمتك. لكن لا تزوج إلا من رغبة ومن هواية وبدون يعني ما بنات الرجل مهم بضاعة تشتريها وتبيعها. حسن. مهم بضاعة. حسن. ولا مهم جانا في حق بنت الرجل تأخذها ولا جر لك شهر شهرين أما عشان خاطر أمك ولا أبوك ولا أنت فلوسك واجدة بنات الرجل مهم مثل السيارة تشتريها من المعرض وتبيعها من المعرض ثاني وردها. روح لها بقلب وهوايه ولا خلها في بيت ابوها.
خلها بيبي. ونفس النصيحة ورزقها عند الله. ونفس النصيحة للفتيات أيضا. الفتيات أرجو من الله ثم من أيتها الخوات المشاهدات أنكم ما تزوجين بترغبة الرجال ذا بيمشيني عشان يروحني لباريس ولا منا ولا يشتري لي آيفون. خلي تركيزك على مستقبلك الحياة الزوجية والصيب والرجال المرة تخدمه والرجال يكرم المرة. يا سلام، يعني علاقة تشاركية تكاملية. نعم أحسنت يا أبو تخيل. طيب آخر سؤال أبو تخيل. تفضل وخلا خفيف. خفيف. لا ما نبقى نتزوج. لا ما نتزوج. ما نبقى نتخيل. لا يلا سؤال ثاني. يلا يلا. هل أنت تحب أبو تخيل؟ أحبها حب نجمع. طيب عايف الكاميرا وقل أحبك يا أبو تخيل. أحبك يا أبو تخيل يا حياتي يا قلبي. يا عمري. إيش تقول لمتخيل؟ أقول الله يسعدك في الدنيا والآخرة. أسعدتيني وكرمتيني وخدمتيني وتواضعتي معي وغربتي معي من قبيلة ترى قبيلة ذانة قبيلة قحطان وعشتي وربيتي أولادي وطلعتي معي على العشر واللي أشكرت بعم. يا سلام شكرا يا متخيل. أروح خلاص خلاص. الله أني خايف لا تكون أنت. تعال سلم علي قبل. راح بغيو طيب استاذنك طيبك طيب سامي. لا استريح احنا اللي بنطيب كنت العريس. انا معي في مخباي. استريح ها كذا. انا وديت عمران يا عبد الرحمن يعطينا الغداء ما نبغى نطول على اخويانا. خلهم يجيبون هنا ما يحتاج. لا ما يحتاج الطاوله يعني يحطونها هنا وعلمهم ان التحضير بيكون في الارض. احنا ناكل في الارض. ايه طيب اخوي ابو علي تفضل ودنا انا. أرحب يا أبو علي. الله يبقيك. العمر كم يا بن ماشي؟ العمر فوق 65. الزواج كم له الآن؟ 29/5 كتبت بالكتاب 29/5/1399. يعني كم سنة؟ 46 سنة. 93؟ نعم 99. يعني تدري هذه كم؟ هذه قبل أولد أنا تقريبا بسبع سنين. تقريبا. أو ست سنين. نعم. والله ولا والزواج الدخله في 22/10. طيب اتكلم بحريتي يا ابو علي. تكلم. انا اجزم بدون صوت يا اخوان لو سمحتوا. انا اجزم ان اكبر قصه حب موجوده معنا هي قصه الحب اللي بينك وبين ام علي. نعم. وفي بعض الناس يتحرج من كلمه حب واني احب زوجتي وانا اشوف ان هذا مسكين. ترى يا اخواني احنا ديننا ترى دين الحب. اعظم قصه حب هي التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمنا خديجة رضي الله عنها، ثم قصص الحب الشريفة والنقية بينه صلى الله عليه وسلم ثم بين زوجاته، ثم أيضا ما سمعنا بين الصحابة والصحابيات والتابعين اليومنا هذا. إخواني حبوا زوجاتكم، أعلن حبكم لهم. ما هو عيب ترى، ما هو عيب تقول أحبك ويتقول أحبك. هذه زوجك إخواني. عند الزوجة، عند البنت، عند الفتاة، عند الشاب، كل منهم عنده في صدره مخزون يجب أن يمتلئ من المودة ومن الحب ومن المشاعر. فأنا أعرف أن بينك وبين أم علي قصة حب عظيمة. نعم. ودي تعلمنا أول شيء كيف تعرفتوا، كيف خطبت، كم كان المهر، وين شهر العسل. لا تسوي مثل ثلاثة اللي قدامك ما أدري عنهم يا أخي والناس دولة. نعم. منين كان الحلاء، وين عشتوا أول ليلة، أي فندق رحتوا فيه وأي دولة رحتوا لها. تفضل يا أبو علي. نعم. أول شيء فقلت لك كتب الكتاب في 29/5/1399 هجري، والدخلة شاه وحده في 22/10/1399 شاه وحده شاه. نعم. وطبعا كملت الزفاف اللي يسمونها الحين الزفاف لما بنيت بيتي وانتهى برا، لأنه بيتي وبيت خالي رحمة الله عليه. أنت وخالك قصدك أبو زوجتك؟ أبو زوجتي. في ناس يسمونه عم. لا تسمونه خال. أسمي خال وعم. أيه. وأب. طيب. لكن هذه أنا احتفظ بالقصة هذه إن شاء الله إلى مع نهاية البرنامج ولا كذا، لأن في قصة غريبة. طيب. وقصص غريبة. كم كان المهر؟ المهر 7000. 7000 ريال؟ 7000 ريال ولا أخذ مني شيء الله يرحمه. طيب وين كان شهر العسل؟ كان بين الغنم والمزرعة يا أبو علي. طيب الكوشة منين سويتوها؟ الكوشة ثوب واحد عند خالي عبد الله رحمة الله عليه، كان يفصل ثياب تطريز ب 500 ريال في حينها، وما محزم هذا اللي زي المصنف بس نسميه عندنا اسم ثاني محزم مدري شو المصنف الثاني. طيب فندق خمس نجوم اللي سكنتوا فيه في الغرفة، واحدة من الغرف يا أبو علي، واحدة من الغرف والدولاب ب 120 ريال اللي أبوي وسحاب. طيب منين جبتوا الحلا؟ الحلا خبز من البر ومن
والقاتوه والتورته ولا كاتوه ولا شيء، اذا لقينا التمر بس اكيد جبت لها طقم ذهب ولا الماس؟ لا لا، عدد بسيط من الذهب، ولا اشترطت الله يرحم والديها ويرحم اخوالي ويرحم انساب ويوفق اخواني الميت. طيب يا ابو علي خلاص يا ابو علي، طيب وين المشغل اللي راحت سوت فيه المكياج؟ بيت ما مكياج ايش؟ ما في مكياج؟ عيب يا رجل والله؟ هي نعم نعتبرها عيب في حينة. ولا في مكياج ولا شيء؟ عيب. ولا تضيف ولا شيء؟ ولا حاجة. إذا تكحلت فقط. نعتبرها عندنا في حينها عيب. طيب على هذا الحياة البسيطة. نعم. كم مرة وديتم علي البيت أبوها زعلانة؟ ما وديتها شيء، قلت لك مرة سوينا حيلة على أساس اختلاف بسيط. لا لا اختلاف فعلا. لا لا ما في اختلاف. والزعل يوجد لكن احنا ما يودي الى حد الدرجات دي. الزعل يعني ممكن تقوم من مجلسك وترجع في الليل لك راضي او بكره او بعد بكره. 40 سنه 46 سنه ما طر على بالكم طلاق ولا خلع ولا ما طر على، لان زوجتني وهي تبغى تربي، تبغى اخ وزوج وتبغى اطفال وتربي اجيال. ولو اقول كلمه هنا لكن معلش، ما عمر المره ربت الرجال، لكن هي فعلا انا استندت على احسن مني. لا بالعكس يا ابو علي، عند التربيه والله كثير من الرجال ما رباهم الا حلو. نعم لا انا اقول لك كل رجل عظيم قلب امراه عظيمه. ما انا اقول لك والله يا الرجال انهم عيال النسوة. انا اقول وكم من مرات سدت في اسر. واللي يقول لك انه ما لهم دور فوالله الذي لا اله غيره، يبغون يزعلون ولا يرضون يا عمده البيوت وسعادتها وتربيه الاطفال انها من عند النساء. طيب ابو علي نعم، ودي تعطينا السر في 45 سنه الان ما طر على بالكم المشاكل ولا رحتوا زعلانين، كيف استطعتوا تستمرون في هذه الحياة مع أن الحياة بسيطة ولا فيها رفاهية؟ وش رسالتك للشباب والفتيات؟ أول شيء فأنا ما تزوجت إلا عن رغبة ملحة وشديدة وهي كذلك. طيب هذا يعني كيف تبغى بكرة أحبك وبعدين يحصل شيء؟ الشباب اليوم رسالتي لهم أنت يعني راعوا المستقبل وبيوتكم وأنسكم وبناء أجيال وبناء مستقبل لكم وبين شريك حياتكم، خططوا للأمر هذا وعرفوا ماذا تصنعون. يعني الفتاة لا تقول لي با أنتظر شوية، اليوم يمر في ثواني وإلحقوا على أعماركم. أنا تزوجت أو كتبت كتابي وعمري 19 سنة وأم علي عمرها 14 سنة، وقال لي خالي ترى باقي صغيرة وشوية، جلسنا حوالي 7 أو 8 شهور بعد الكتاب. ولكن القصة هذه في قصر إن شاء الله في البرنامج هذا ومتى يريدوني أنا سأفسح لها. ما أدري لا بجيب لا إذا سألتوني. أما حكاية نصيحتك للشباب والفتيات، نصيحتي للشباب والفتيات اغتنموا الفرصة قبل تضيع. اغتنموا يا بناتي ويا أولادي، والله القطار سريع اليوم دحين، كان يمشي 60 في الساعة الحين يمشي 500. صدق. انتبهوا لحياتكم بيوتكم سعادتكم، ترى في الزواج ثباتكم دينكم اللي هو اهم شيء، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ابو علي اكيد انك يوم من الايام زعلت من ام علي في حاجه او اختلفتوا في الراي، قالت بنروح هنا قلت لا، قالت تبغى كذا قلت لا، انت قلت تبغى شيء قالت لا، اكيد لازم تزعلتوا، كيف كنتوا تحلون المشكله؟ نترك المجال ذاك الوقت حتى نطلع رحله، كنت اطلع انا في الرحلات كل خميس مخصص يوم كان عطله رحله لابنائي واجتماع يعني قصدك أنهيتوا هذه المشاكل بالصبر؟ إيه نعم بالصبر نعم. وتغيرون الجو يعني لازم تطلعون برا. نغير الجو نعم نعم. كنت تكافئها برحلات؟ إيه نعم. أكيد الرحلة هذه الأكبر ملاهي عندكم. إيه نعم. وين هي؟ في عندنا في الفرش في معيان في بلاد غامض. هذه الملاهي أبو. إيه نعم. ملاهي ملاهي. لا هذه سدر يا أبو. أشجار زيتون وسدر وبر وأنهار وكذا. وش اسمه هذه الملاهي؟ غيول هذا هي ملاهينا ابو علي. نعم اسالك السؤال ذا وانا عارف الجواب لكن ابغى الناس يسمعون. اسلم. تحب ام علي؟ اي نعم احبها من قلب. تراني خاطب ام علي، تراني احبك يا ريش العين ما تدري، واحبك سكن في داخل العين وحجابه بعد ما اخذ المشوار في داخل الصدر وجرح فادي جرح سالم محنابه، ملكني غرامك ملك الساق للجذري غطس داخل الاعماق والتف بثرابه الى اخره. يا لبيه وش تقول لام علي؟ اقول عتبنا يا شوق في خلي وعتبته، يبغانا يا سري وانا بالحل تعبان. كلمتين لأم علي. يقول كلمتين ما هي قصيدة.
ما هي بقصيدة؟ لا كلمتين. كلمتين هي حنا على ما حن عليه وهي تعرف، وأنا قد قلت السر في كلمة الله يزوجك على أم علي سر كبير وسأفصح عنه ولو كان أفصح عن بعدين. أنا عارف إنك أنت تحب أم علي وأم علي تحبك، أسأل الله إن يسعدك ويسعد أم علي ويحفظ لنا ما جانا، وشكرا لله على تربيتها. آمين. شكرا يا أبو علي. شكرا 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 يا العريس الوافي. شكرا. طيب أبو عبد الرحمن هنا كويس يا عبد الرحمن؟ على ذنكم الله لا يهينكم. هنا كويس يا أبو عبد الرحمن؟ بسم الله. يلا معليش يا ابو عبد الرحمن، احنا خليناك الاخير. اختصر معلي عشان لانهم اكبر منك سن، ومعلي لا صحيح وانا اتفقت معكم ان ناخذ الاكبر سن. صحيح صحيح صحيح. وترى من حظك انك اصغر من سن. صحيح صحيح. يعني انت باقي لمن يلحق. صحيح. ابو عبد الرحمن سم. العمر كم؟ العمر 55. انا اول زواج لي مع ام عبد الرحمن كم له سنه؟ 35 سنه. 35 سنه. اي نعم. يعني قريب 1400 ولا 10؟ 1410. الله الله في شهر. طيب نفس الحياه اللي عاشوها الشيبان ولا انت افضل شوي؟ لا لا نفس الحياه، لاني انا تزوجت واحنا باديه في البر، بيوت وشعر وخيام. كم كان المهر؟ المهر والله فوق 50. 50؟ ايه. طيب وين كان شهر العسل؟ ما في والله شهر عسل، كلها طال عمرك هناك قضيت شهرين اجازتي كلها قضيتها في الديره. الفندق؟ ولا في فندق ولا في اي شيء. كاتو؟ ما في والله شيء. طرطه؟ ما في شيء مره. العاب ناريه؟ لا. واعلمك بعد بشيء بعد. انما اني ما اشوفها غير في الليل. خاتل ثلاثة أيام أربع أيام. والنهار؟ والنهار ما أشوفها. مع أهلها تشتغل؟ لا تروح، عندهم عوائد وتقاليد تعبنا تجلس مع زوجها. قد اختلفتوا في الثلاثين سنة؟ اختلفت واجد بس إنها ما بعد. وصلت للانفصال والطلاق؟ لا لا لا, 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 لا ما وصلت له مرة. إيش السر يا أبو عبد الرحمن؟ يطول عمر السلامة. السر أنت الحين أنا دارك تسأل عنك عشان المقارنات بين الوقت الحالي. نعم. الوقت الحالي الجيل اليوم الموجود حتى الآباء والأمهات يضايقون ابنهم. بنته يقول انت ترى ما سوالت، انت ما عملت، انت ترى يعني بعد مع ضعف الابناء وجهلهم الوالدين اللي وراهم ما هي ركيزه قويه. ركيزه الوالدين اللي وراهم يحرضونهم على اشياء سلبيه يعني ما يعينونهم. فهذا من الاسباب. والشيء الثاني الفارق اللي بين الاول الفراق لما يكون متقابلين لا شغل ولا مشغله متقابلين ترى ينشأ عند كوب شاهي خلاف. يعني الفراغ هذا سبب موت حمر. طيب يعني أنت توعي المشاكل الآن أنها أول شيء سبب فيها الوالدين. الوالدين لا والفراغ لا سواء للبنت ولا للولد. والفراغ والفراغ هذا طال عمرك. أبو صالح يقول التقليد. التقليد ما أدري والله عن التقليد، لكن قصد التقليد مثلا الآن اللي يشوفون بعض اللي يطلعون في السنام يبغون يعيشون حياته. هذا من الأسباب. هل ممكن سبب الغضب أيضا سبب؟ والغضب سبب صحيح. وهذه ولا أنصح حقيقة ما فيه سر ولا فيه بيت خالي، ما فيه بيت نظيف، ما فيه بيت على ما يشاف في المسلسلات. ما فيه ما فيه بيت 100% في المية مية ما فيه. لكن الأمور تأخذ بالهدوء والخلاف يحدث ترى ما يستمر يمكن ربع ساعة يمكن ما يكمل ساعة إلا يزول وتعود الأمور مثل ما كانت. فأنصح إن فالغضب هذا ما حد يتعجل، لا رجل ولا مرة، لا بنت ولا ولد، ينتظر وكل قضية لها حل ومن حلت اليوم تنحل في الأيام الجاية ويوسع باله، لا يفكر في كل شيء في كلمة الطلاق. هذه الكلمة اللي تقول له مع عبد الرحمن تحبه ولا لا؟ والله مع عبد الرحمن ما فيها جدال، أني أحبه مع عبد الرحمن وأنا متزوج معدد وأحبه مجاسر وكلهن جامعهن والحمد لله. ومع عبد الرحمن يوم تزوجت عليها تقبلتني ولا عاتبتني ولا زعلت، بالعكس أول ما جينا وجبت لها زوجتي الأخيرة والله من استقبلتنا. كلمة تقولها لأم عبد الرحمن ولأم جاسر. أقول الله يسعد سن، والله يحفظ سن ويوفق سن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أني صفي ما بين قلوبك. شكرا يا أبو عبد الرحمن. أسأل الله أن يسعدك ويسعد أم عبد الرحمن وأم جاسر ويصلح لكم ما أعطاكم. الله يرضى عليك يا رب العالمين. يرحم والديك. تسلم. الحقيقة أنا ويمكن الضيوف اللي معي يعرفون أن هذه حياتكم، لكن يا أخواني فيه جيل، ولعلي أخذ آراء بعض ضيوفي، فيه جيل الآن يا أخواني ما يدري على الكلام هذا. أبو خالد سمعنا حياة العرسان سابقا وكيف أن بعضهم أمضى 50 سنة وستين سنة واربعين سنة بدون مشاكل مع أن الحياة صعبة، والآن مع هذا الرفاهية بعض الزواجات ما تدوم سنة سنتين. وش رأيك يا أبو خالد؟ والله يا أبو عبد الله نرجع ونقول إذا الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك. أحسنت.
قرب الزوج والزوجة من طاعة الله سبحانه وتعالى يرشدهم إلى استمرار الحياة الزوجية، وأن الحياة مثل ما ذكر أبو سليمان وجعلنا بينهم مودة ورحمة. هذولا أشخاص ما يعرفون بعضهم إلا لأول مرة تدخل ويدخل على زوجها، ثم يحصل المودة والرحمة بينهم والألفة والمحبة وتدوم الحياة والتضحية. والآن بعضهم يمكن تلقى لأتفه سبب بعض الزواجات تدوم شهر شهرين ولأسباب تافهة جدا تلقى الطلاق يتم. ما عاد فيه الصبر اللي الآن شوف الرجال يقول مثلا 62 سنة ما عمرها راحت ولا جات. بنات رجال يعني يعرفون معنى الحياة الزوجية ويعرفون معنى التباعل ويعرفون معنى خدمة الزوج وكوني لي أمة أكون لك عبدا، وهذه الثقافة اللي يفترض البنت قبل تطلع من بيت أبوها تكون فاهمة هذا الشيء. وأيضا الزوج أو الشاب اللي يجي يقدم على الزواج يجب أن يعرف أن الزواج مسؤولية وحياة اجتماعية يستلزم عليه واجبات وأمور يجب أن يؤديها ويجب أن يتحمل هذا الضلع العوج بقدر ما يستطيع، وبهذا تستمر الحياة. ولكن بعض الزواجات ما تتم أشهر لأسباب لا تتعلق حتى بقصور البنت في 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 واجباتها في بيتها، يمكن حتى الطبخ ولا في أمور ولا في كذا تلقى في قصور كبير جدا في إخراج البنت أو من بيتها كاملة مكملة. وفي توعية الشاب اللي مقدم على الزواج عشان تستمر الحياة، وأيضا السوشيال ميديا الابتعاد عن 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 متابعة السوشيال ميديا والنماذج السيئة اللي ما تضيف للحياة إلا نفور ومقارنات وأشياء ما لها أي قيمة، وهذه هي سبب فساد البيوت الآن في يعني نحمل المشاكل الآن، هل نحملها على الفتاة لوحدها أو على الشاب أو على الفتاة والشاب الزوج والزوجة أو على الشاب والفتاة وأسرهم؟ والله عليهم كلهم، على الشاب يعني كلهم شركاء والوالدين، ولب الكلام كله الابتعاد عن هذه السوشيال ميديا المحتوى السيء جدا. يأخذون الطيبين، نعم يأخذون الطيبين كقدوة، أما اتباع الهوى واتباع ما يحدث في هذا السوشيال ميديا كم أفسدت من 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 بيوت وكم أفسدت من أسر، تقليد أعمى ونماذج سيئة لا يحتذى بها ولا يمكن أن تكون يعني قدوة للحياة الاجتماعية سليمة، وهو هي دمار البيوت. أعتقد أسأل الله أن يصلحنا ولكم بيوتنا، لأن ظاهرها ترى طيب. أخذ رأيك حبونا. أبو سحمان ورأي أخوي الغبيوي ورأي أخوي أرمان سريعا سمتنا. كل واحد رأيكم طيب. أو نصيحتكم للشباب الفتيات تفضل طيب. أبو تكلمتوا عن الأسباب وأنا بحاول أني أوجز الفكرة اللي عندي عن الشيء تفضل هذا تفضل. وهي طال عمرك أول سبب أعتقد برأيي الخاص أول سبب في عدم استمرار الزواج في هالزمن هو الندية، تشعر البنت أنها ماخذة شخص هي وياه في صراع، يا غلبه يا غلبني، وهذه مشكلة. أي نعم، يجب أنها ما يعني لا يقدموا على الزواج لا الشاب ولا الشابة، يفكرون أن كل منهم مكمل للثاني وليس ضد الثاني أو ند للثاني. عرفت؟ هذه النصيحة اللي نوصلها، هذا من أول الأسباب. ثاني سبب قد يكون فيه فرق في المفاهيم، فمتى يتنازل واحد منهم للثاني وينسجم مع مفاهيم خوية، وخاصة البنت يجب أنها تنازل لأن القيادة بيد الولد، القيادة بيد الرجل، قيادة الأسرة كلها والبيت فإذا تنازلت عن بعض المفاهيم اللي عندها المفاهيم الزوج هذا انحلت في رأيي أكثر مشاكلها. الله أكبر. عرفت؟ أيوة. وياك لأن الحياة لابد من تنازل من حد الأطراف. صادق. ولما يصير التنازل من جهة العضو الثاني في الأسرة تمشي الحياة. أنا أعتبر الأسرة مثل القائد والمساعد الثاني هي الزوجة. صادق. فلما يتنازلون عن بعضهم في الطريقة هذه ويمشون ما ينسجمون مع بعضهم بالطريقة هذه تنحل أكثر مشاكلهم. تنحل أكثر مشاكل، فهذا اللي حبيت نظيفة. أبو حاتم أجل كمل فيما يجب عبد الله. أي نعم. فضل يا الغبيوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد. والله لا 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 المشاكل أحيانًا أغلب ما تكون بين الوالدين سواء كان من طرف الولد أو من طرف البنت، وبالذات الأمهات
ربما يخلقنا شيء من المشاكل بين الزوج والزوجة، أو شيء من العناد، الأم تعاند أم الزوج والزوجة. هذه مصيبة دي. مصيبة. كذلك يعني ينبغي أنت يا سواء كان أبو الولد أو أبو البنت، إيش المانع أنك تروح لهم وتذهب لهم في البيت وترى حياتهم الزوجية؟ إذا هم يعني ما عندهم خلاف فزين على زين، إذا عندهم خلاف أنت تساوي بينهم وتقرب وجهات النظر. أنا أذكر على سبيل المثال يعني هذا واحد يا أبو عبد الله أخته دائما يعني تقول لا زوج أخته، يقول أنه راح لأخته وقال مجرد أنه يدخل عليك عبي فمت موية لمدة نص ساعة. قالت لي قالت لي قال أنا أقول لك نصيحة توعديني؟ قالت أوعدك. صار كل ما دخل زوجها عبت فمها موية وسكتت نص ساعة. هذا الموضوع سألت الأمور عشان ما تناقش عشان ما تناقش. طيب أخوي غرمان رأيك؟ اولا الله يصبحكم بالخير ويعطيكم الصحه والعافيه كل اخواننا، والله انا مقدوه في كل شيء وانا عاصرت الجيل، لكن انا نصيحتي للشباب اليوم شابات اليوم الحياه ما على كيفنا اي بالله، فلازم نتنازل ولازم نصبر ولازم نتغاضى، لا من ناحيه الزوج ولا من ناحيه الزوجه. وانا انصح الزوج انه يتغاضى، واذا زعل ولا صار في شيء يصد عنها ويروح ويرجع مره ثانيه. والمراه يجب أن تداري زوجها وتشوف إيش يبغى، ولا هو بكل زعل أن ودني ولا مشت. ترى آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا صبروا على أمر من المر، وهذا نموذج صحيح. 60 سنة 30 سنة 50 سنة وهم مع بعض، فلازم نأخذ أو أقول للشباب اليوم والشابات خذوا من آباءكم وأجدادكم العبر، الصبر والتحمل والاحترام والتقدير وتجاوز عن الغلطات. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويزود جميع الشابات والشباب. آمين. اتفقنا جميعا بعد ما سمعت كلامكم كلكم عرسان وضيوف، اتفقنا جميعا أنه ليس هناك أسرة كاملة صحيح، وليس هناك مجتمع كامل صحيح. لا المجتمع الأول ولا المجتمع اللي نعيشه نعم. المشاكل نفس المشاكل موجودة، الفرق أن الرفاهية والترف هذه الأيام موجودة وهذيك الأيام غير موجودة. اللي خلى الزواجات تنجح يا أخواني أعتقد، وهذا رأي أخويا يمكن تأيدونا، أول شيء هو الوازع الديني صحيح. إذا خاف الله الزوج في زوجته صحيح. ودرى أنها أمانة ومشى على وصية حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرع دينه بإذن الله ما يختلفوا. وإذا الزوجة أيضا خافت الله في زوجها وراعت حقه وقامت بحقوقه وأجباته بإذن الله لن يختلفوا. السبب الثالث هو الاحترام المتبادل، الزوج يحترم زوجته والزوجة تحترم زوجها. أيضا هو تعاون الأسرة سواء من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، أن يكونون كلهم شركاء في تماسك هذا البيت وفي دعم الآخر، أن يكون رهن إشارة الطرف الآخر، ولا يشحنون كل منهم يشحن الطرف اللي له ويأججون المشاكل بينهم. أيضا من الأسباب اللي طرحها أخويانا الابتعاد عن التقليد، الابتعاد عن التقليد وتقليد السوشيال ميديا أو تقليد بعض الأفلام اللي نشوفها الآن وهي ليست حقيقية يا إخواني، اللي يدعون أن الحياة الزوجية كلها حب وورد وناسة ودلع ولا فيها عنا ولا فيها تعب، غير صحيح يا إخواني. لا يوجد هناك حياة كاملة. الزواج هو علاقة مقدسة عظيمة شريفة، هي علاقة تبنى على التكامل والتشارك والاحترام المتبادل. أسأل الله العظيم في هذا الساعة آمين. أن يوفق جميع شباب وفتيات المسلمين آمين. وأن يجعل أسرنا متماسكة ومتحدة ومتعاضدة آمين. ومتعاونة ومتفاهمة آمين. قائمة على شرع الله ودين الله وعلى الحب والمودة. وتأكدوا إن مجتمعنا هذا السعودي أو مجتمعنا العربي أساسا من هذه الأسر، فإذا كانت هذه الأسر متماسكة بدينها بشيمها بقيمها، علاقة محترمة، علاقة تشاركية، سوف ينتج عنها جيل طيب، جيل في خير، جيل ينفع هذا الوطن وينفع هذه الأمة، ويعزون وطنهم ويحققون رؤية وأهداف ولا أمرهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أخوي أبو سليمان عندك كلمة، تفضل أبو سليمان. أولا يطول الأعمار فالله يبيض وجهه معزبنا ويخلف عليك ويوسع عليك ويبارك حلالكم آمين. إحنا يا طويل العمر يا أبو عبد الله ولا تخص بس
اخوانك وشيبانك في بيت الحكمه تفضلوا. عندنا هدايا بس ودي اجيبها واحد من الشباب اللي هناك. يا الله لا يهينك ابو علي. كل الثلاث الهدايا الله لا يهينك. ربي يطول عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. عطى ابو صالح. ما شاء الله ما شاء الله. معك ابو صالح الله لا يهينك. الله لا يهينكم تبارك الله. وهذا طول عمرك. معكم معكم الاثنين معكم الاثنين صلى على النبي. يا مبارك بخيتان يا لكلوبي في كل درب غانم انت النبي في كل درب غانم انت النبي ما عليكم زور اخوانك في مجلس بيت الحكمه يتشرفون بشتن حساوي وساعه ثمينه تستاهل التقدير والاحترام يا لا 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 تستاهل التقدير والاحترام تستاهل بشتن حساوي وساعه ثمينه تستاهل التقدير والاحترام يا لا 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 تستاهل قدموها قدموها والاحترام الله يبيض وجيهكم ويطول اعماركم وتسلمون يا نوبيا انتم اللي تستاهلوا الهدايا وتستاهلوا العلم الغانم شكرا 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 يا نوبيا الله يبيض وجيهكم ويطول اعماركم طيب صلوا على النبي الحقيقه ان ان ان, أن هديتكم الكبرى هي تواجدكم معي في البرنامج الله يبيض وجيهكم السيف مضيفنا هذا يستاهل هذا السيف لابو خالد من اخوياك بيت الحكمة لأنك سيف أنت سيف من السيوف اللي نحتزبها وهذا قليل هذا سيف فضة لك يا عبد الرحمن اللي مجمل نفسك ومجمل قبالكم مجملنا الله يطول عمرك تستاهل السيف يا سيف الله يطول عمرك ولا يهينكم كثر خيركم وشاكر لكم الله يطول عمرك والله ما ندري لكم جاتوا والله لو ندري لكم تجون نحط لكم احنا وياهم جايين نهديكم احنا جايين نهديكم الله يبيض وجيهكم انتم تقدمون رساله ايجابيه للمجتمع بيض الله وجيهكم جميعا الله يبيض وجيهكم الله يطول عمرك والله عندنا دقيقه او ثانيه والشكر الموصل لبن حمود لانه صاحب الفكره في هذا الموضوع وهذا اللي ذكرنا بس هذا من كرمكم وطيب لا الله يرضى عليك وانت يا ام علي ترى مباركون لك الزواج يا اخويانا يقولون ان البدايه انه كان قصه حب اكبر وحب بيني وبينك في يباركون لنا سووا لنا زفاف ام علي كلمتها كانت معي طيب صلوا على نبيكم اول شيء قولوا يا الله وقولوا يا الله ان يدوم علينا اول شيء عقيدتنا وسلامنا وديننا في انه والله اساس عزنا امين يا رب ثم يدوم علينا هذه الدوله وانه يحفظنا الملك سلمان وانه يحفظنا الامير محمد بن سلمان وانه يحفظ ولاة امرنا ويحفظ وطننا وجنودنا وجميع شعوبنا اللي والله ان نحبهم ونكلهم كل تقدير واذا يا اخواني انتقدنا سلبيه موجوده عندنا افتراها ما تعتبر يعني ظاهره هي قليله لكن ننوه عنها يا اخواني ليه لجل ما تتسع ولا تنتشر ولا صح. الغالب على مجتمعنا هو الدين والحب والوفاء والحياة الطيبة ترى يا أخواني الغالب على أسرنا مهما تسمعون في الإعلام بعض المشاكل ترى الغالب على الأسر هو الخير الغالب عليهم التفاهم الغالب عليهم المحبة الغالب عليهم العلوم الغارمة كلها صحيح. الله يحييكم يا إنساننا أبلس لقناتنا بكلمة لا ذا الحين خلاص أعطيناكم الكلمة ذا الحين ما عاد فيه ما عاد فيه سر ما عاد فيه يقول لك إذا جاء طعام في الحلقة الجاية بطل الكلام طيب. هذا ما بحديث يا أخواني هذا من عندي أنا لكن بعد الغداء يمكن أخواني في مطاعم العادرية هذه المطاعم اللي لها 15 سنة في الرياض هم يخدموننا ويتحفون موائدنا بخدمتهم جو ولأكثر من 20 سنة والآن قادمين إليكم وعندهم قسم خاص للاحتفالات وعندهم قسم خاص للضيافة ومسوي لكم سفرة يعني تتنوع ما بين المفطح وما بين العريك وما بين العصيد وما بين المذرية وما بين المذلولة وما بين الكبدة ما بين أهم شيء أنا أحبه عندهم اللبن المدخن ما بين الأكلات الشعبية اللي تشوفون وأيضاً قسم الاحتفالات عندهم واقف يخدمكم ومن الصباح هم يشتغلون وأنتوا والله تستاهلون باسمكم جميعاً نقول شكراً يا العادرية شكراً شكراً العادرية ولا ننسى أيضاً جناح العرسان لكل واحد منكم يأخذ ليلة بعد ما يستلم ساعته الألماس ويروح ويا زوجته يعيشون ليله جميله ولا ينسون يدعوا لنا في بيت الحكم شكرا لكم الشكر موصول
لمن يقف على هذه الشركة، شركة خام العقارية، وأيضا على شركة العادرية، وأيضا على شركة فنادق لكجري نايت. شكرا يا أبو خالد، شكرا شكرا لك. بالعكس أنا حنا اللي والله نشكركم على هالرسائل الإيجابية وعلى هالبرنامج اللي دائما يقدم المفيد للجميع وبقالب جميل جدا. وإن شاء الله أنك هيّت هالشيبان على علم الطيب. تفضل الله يحييكم. لا هذا للعرسان فقط. وزع العرسان فقط. للعرسان تفضل أبو خالدين. سم لا أنا معزب أنا معزب مرة. والله تجي. حلف تجي مع العرسان. تعالوا هنا. اللي يبغى العريك هنا. واللي يبغى هنا واللي يبغى المدرية هنا. وبيخدمون عليكم الشباب. شباب اعطونا ملك اللي عندكم وخدموا للشيبان. تفضلوا روحوا هناك ترى كلها واحد يا اخي. في اي مكان نجلس؟ في اي مكان نجلس؟ في اي مكان. الله يجد عليكم. الله يكثر خير. اللي يبغى السمن والعسل واللي يبغى بيخدموا لهم الشباب. لا انا ما نبقى العرسان هناك. والله يا حبيبي العرسان هناك. احنا ما نبغى العرسان. والله عندكم كوفي ده شويه. هذا اطلق شيء احبه انا ما ادري اللي بالمدخن هذا. والله كلها زين كلها زين. بس اني اخاف انا بدأ فيه واحد الاهم. ابعد الله لا يهين. مشكورين عندكم بالحي عندكم يا ابو تخيل. سلمت هذه مرقه. وزع على الشيبان. وزع. وما شاء الله احمد ها قسم الاحتفالات عنده مميز ما شاء الله. خدموا للشيبان اعطوهم مرقه واعطوهم. الله يحييكم. معليش يا سالم باستحمان وابو حاتم قاطعتكم قبيل. الان تفضل ايش عندك تعليق ولا عندك تعليق؟ تفضل. يلا احنا بناكل وتزول ويلا يلا هذا ابو علي هذا كلمه ببلسه بوصلها للبنيات اسلم اللي ما تبي تسلم لها تحط اللي ما تبي زوجها يتزوج عليها يا تصير ند له تصير معه ما تصير ضده هذا الكلام وعني انا انه ما يتزوج عليها هذا الكلام ابد هذا الكلام هذا والله هذا اكبر كلمه وحسن انا لو سمحتوا أنا بوقف اليوم مع البنيات والنسوة لا تشدون عليهم واجد ترى الرجال عليهم حمل كثير وش خلى الله القوامة مع الرجل إلا أنه يحكم عقله ويحكم قدراته وبرضه يحترم هذا المرأة الضعيفة أنا بخالفكم الرأي معليش نحن محترمينها ونقول طال عمرك نعطيها سر ونخليها لا سرك, مع سرك في محله ما عاد تصدم رجالها ولا عاد تختل فيها ولا يوديها لها أما أنا أبو عبد الله برضه نطلب من أبو خالد أنه تعمل فائدة لا العرسان والضيوف لا لا انا عييت الجلاس لا عييت عطنا انا عييت يا ابو حاتم ولا يطب للعرسان حتى انا ابغى يعطيني عييت ليه؟ لان هذا ما بتميز لهم تبغى تشرف عليهم نعم ابو عبد الله لا تصير حسود لا 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 يا ابو حاتم انا وياك جايين ننزل العرسان والله ما قصر لا يمكن نعرس حنا بعد ايام مثلهم ما علينا اللي بيعرس انا وكيل ابو خالد يعطونا فلوس ونستاجر له بنسوي له خصم 50% زين بيرجيك وزع وزع القال يا سلام وزع اللبن وقرب الرد لا سليك بس قصد ابو حاتم يعني اللي بيتنازل ها اللي بيتنازل ما عندنا ما في حد بيتنازل خير واجد يا اخوي نعم 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 هو بيتنازل ابو تخيل ابو تخيل ظني هو اللي بيتنازل عشان ما يعرس جبنا عشان عينه بيه في واحد يقول يبيك تنازع على الفندق عشان ما لا لا الفندق ما نقول عرسوا الفندق عيشوا فيه انتم وزوجاتكم الاولات عادي اي زين ترى المفروض ان واحد كل شهر اقل شيء شهرين ياخذ فندق ويعيش وزوجته ليله جميله ما في شيء لا انت تذكر حتى لو كانوا هم كبار بالسن روح يا ابو شلون عوج انا نرقد هل نرقد 24 ساعه معك حلو وفي نادي ما شفت النادي اللي اتمرن فيه البارح ونسبح فيه انا ابو خالد حتى ترى في الفندق الله يجود عليكم يا ابو خالد كثرتوا هذه العصيده حطها عند ابو سليمان والله ثبات كل شيء موجود نفدا ما شاء الله والعريك عامل في عريك هذا شنو يا ابو خالد هذه شو اسمها دي يا ابو خالد هذا حنيني حنيني هذه حنيني حنيني دي هذه اكل نجدي هذه اكل نجدي هذا العريك اللي عندك الحمد لله اهم شيء ندخل على قولة ابو عبد الله وين العصيد يا ندخل عنا عندك دخل ولا بالله ايه هذا صبوا المرقع وعبلوها صوت خدمه وزع الحصيد انا متخيل شله شله انا وياك اظني بناخذ معنا من العلاق هذا باخذ بالجنب اهم شيء ندخل ابدا المطعم عندك يا ابو تخيل ترى في الرماد قديناه والله قديناه وشغله كايف والله مو مجامل يا ابو عبد الله
المبادرة والمشاركة في جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء. ومعلوم أيها الإخوة أن الأوقاف الشرعية لها أثر عظيم على حياة المسلم بعد موته خاصة، وينبغي للإنسان ألا يبخل على نفسه. فمن الأشياء التي التي يتحسر عليها الإنسان بعد موته، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: لو أن الله هداني لكنت من المحسنين. فينبغي للإنسان يغتنم أوقاته في مثل هذه الأوقاف، وما أفاء الله عز وجل عليه في مثل هذه الأوقاف المباركة. والوقف خيره دائم لا ينقطع إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الصدقات الأخرى فهي تمضي، وربما يعني أجرها ينقطع بموت صاحبها، ولكن الأوقاف أيها الإخوة خيرها دائم أبدي بعد موت الإنسان، وينفعه بإذن الله عز وجل في دنياه وآخرته. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. التوفير هاللهلالة بتخفيضات كبرى من السيف جاليري وخصومات مغرية من 30% حتى 70% في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. السيف جاليري حياكم. رمال واحد حتى اعجبني انا في المطعم في قسم عوائل وقسم افراد وحاطين ملاهي مجانيه. حلو يا رجال والله العظيم، يعني جيت متغير حط الورعانه حاصل واخواني يلعبون بلاش ولا خليه يلعب هو والله هذه مميزه حلوه. اي والله الو العده بالملاهي ولا الحمد لله. لا لا صب لي انا، صب لي يعطيك العافيه. مرق مرق يعطيك العافيه يا احمد. ما شاء الله يا احمد ممتاز يا احمد. يا الحمد لله الله خلاص ما شاء الله. لا لا ماني بعيد، لا ماني بعيد، خلي يعطيك ماني بعيد. في مطعم الحين جاهز ابو صالح. هلا. ما تذكر موقف مع ام صالح تعطينا اياه انت ولا ابو سليمان؟ حد منكم يذكر موقف؟ والله المواقف كل ابوها تشرف ولا فيها اي اي طريقه يعلم الله. لا بين الواقف يوم انك حتى الثانيه والثالثه والرابعه وش اللي صار؟ طيب باقي معنا 3 دقائق على الاذان. صار كل خير ولله الحمد. الحقيقه يا ما شاء الله تبارك الله عشنا بالفياض الخضر الحمد لله، ومع الباديه والبيت والمزرعه كل بالامور، لكن اللهم لك الحمد والشكر زانت الامور. فيا اخواني المفاهمه بينهم تراها طيبه جدا جدا الحمد لله. حتى بعد الوالدين يدخلون معهم وتشرفون، مثل ما يقولون النصيحة لهم كلهم الحمد لله. أنا يذكرني واحد يا أخواني يقول خسر 200,000 لحيث أنه ما افتتح حفلته مثل بالعلم الطيب، يعني تعرفون مشاكل الدنيا وغربيل وسبحان الله، واصبح مطلقها. هذا مكتوب ومقدر على الإنسان، لكن الدع عند الفاهم يتفاهمون بينهم ولا تفاهم، وتراه كل الأمور مشت وسوعد بينهم. لكن المقادير لمنها الله سبحانه وتعالى كتبها على الإنسان، ترى ما عنده تصرف خلاص ينتهي الأمر. أنتم سالمين غانمين الله لا يك. أنا أذكر أبو عبد الله. نعم. واحد يوم دخل على زوجته يزفها إلا والدته ترقص، قالت ما يده فكنا من العجوز. قالت ما يده فكنا من العجوز هذا اللي يعني شوشت عليه. مشكلة قال تقصدين أمي؟ قالت هي هذه المشكله. قال روحي طالق بالثلاث والله ما ادخل. لا هو والله سمعنا دام من هذه ولتها امي والله ما تجلس. سمعناها يمكن ما عرفتها يا اخواني، ترى احيانا التاني ترى مطلوب يا اخوي، يمكن ما عرفتها يمكن رجاله يمكن ولا ربما انها تكون يا طوال يا اخواني بعد. والله العظيم انا حتى ادري لهم قدرها على العين والراس، لكن انا ضد طبعا ما في رجل بيبدي زوجته على امه، لكن انا برضو ضد الاستعجال في القرارات والاستعجال في ردات الفعل يا اخوان، خاصه في الامور ومع الشباب الان الزواج، خاصه الامور الزواج جديد اسالها وتعال نقول هذه امي يمكن تغيرها. الحمد لله. اي نعم تبى لبن عن هنيه عنده عنده
اعبلها حط لي بالعمرقه ابو علي. لا انت ابو علي حتى وانت عريس ما نخليك تترك لنا. ما يحتاج هالبركه ما يخالف اللي ما عندنا. صب صب على هذه قرصان عسل. هي هذا عبيله رصيد هذا السعودي عندي عندنا في هذا ابو خالد. انا احسب انها بس اكلات جنوبيه هذه حتى اكلات الجنوبيه. ايه الاكلات الجنوبيه مراسيل. الله يبيض وجهه. الحمد لله. لا تعتي ذبيحه ابو طلعت تقوم هنا ابو سليمان ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن طالب تقوم هنا. طلب قم قم طلبك الرجال. ايوه قم عند العشاء الغداء قم. يا اخي ترى انا زمان عارفين العريس ما ياكل واجب. تخيل العريس ما ياكل. انا ماني انا اكل عشاء. انا اكل عشاء. لا لا بيقول تكون من الله يبارك عليك احسن فقره والله. يبقوا تقولون نشاطكم يا حليل. اما انت ابو سليمان بين الذله. اي بالله اي طول عمرك. والله ظني انتوا اللي تسوون نفسكم ذالين. انتوا اللي بتذبون الريح. ما ادري عنهم ذليل. لا يا حبيبي لا خلاص الله يبارك فيك. مشكور يا ولد القصيم. مكروت ان شاء الله. ثانية مكروت ان شاء الله. اي ان شاء الله ما شاء الله. شو موضوعكم انت هو صراحة؟ نبي نبي كروت. الله يستر امرك. شفت المقابل كتب الله يجزاك. الله يستر. استاذ العمران الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. والله ابشر بي. اعتبرني سبيعي يا سالم. انا ما اخذ واجد حتى. والله ابشر بي. انا سبيعي. ايش تبي يا سالم؟ كفو كفو يا طويل العمر. الله ابو خالد. ايه ابو خالد. أنا تحقق على مشان العرس لا عدر أنا وش اسمك ولا اسم ذا أبو خالد. أقول أنت مام العرس أنت دو أنت محمد. من يوم شفت الجنبية فوق البشت عرفت المرة المام ذبري. هذا أول اللي بدو بهرقة إنه يقول بديو من أنت؟ لا خلاص الله يزيدكم واسع فضل حبارك. الله يكفر خيرك يا أبو خالد. ما شاء الله تبارك. اللهم لك الحمد. الباب في جمل الحال انت بالباب باب المبارك وانت مباركين الحقيقه. ما خليت الحين انت ما خليت بالسوق شيء ينجح ما شاء الله. كل بعدين ما شاء الله ما الحمد لله ترى يحسن ترى يحسن ان شاء الله. ايجاد الله يجود عليه. كرت نزل الله يكفر خيركم يجزاكم عبد الرحمن. ننتقل المسجد خلاص يا حبيبي. الله أكبر الله أكبر الله